واسئلتهم اللي جات لنا على صفحه البرنامج. عواطف نور الهدى بتقول: السلام عليكم حبيبات قلبي ندى وتسنيم، اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه حلول هذا الشهر المبارك او الاشهر المباركه، مثل ما بنقول بالمغرب عواشر مبروكه. كل سنه وانت طيبه يا عواطف، واختك رجاء ومامتك وكل حبايبنا من المغرب، اللهم اجعلنا من المقبولين غير المردودين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. عمرو خالد بيقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. تحياتي استاذ خالد العمده من عروس البحر المتوسط، اهلا بيك. تحياتنا لكل اهل اسكندريه. انت لنا يا اقصانا، بيبارك الله فيكم جميعا، كل عام وانتم بخير. في الحقيقه من اجمل التي تمر بنا هي شهر ايام رمضان المبارك، اعاد الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات. فنجد من لا يصلي يصلي في رمضان، ومن لا يقرا القران في باقي الشهور يقرا في رمضان، ومن لا يصل رحمه يصلها في رمضان. سالت احد اقاربي لماذا لا تصلي، فقال يكفي رمضان. ان شاء الله، وليس رب رمضان هو رب الشهور كلها. سبحان الله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قال بعض الائمه من تركها جحودا يجلد. الله الهادي. نعم، بس اللي بتعبد ربنا بس في رمضان وتلاقيها بقى شهر رمضان دخل بقى، فمفيش بقى. مش هعمل حاجه. نحن نتعامل مع رب حكيم خبير سبحانه وتعالى، لا يجعل شهر دون شهر، ولا رب رمضان هو رب شعبان ورب السنه كلها. السوري اسكندريه تحياتنا ليكي، وهشام العمده تحياتنا جدا لحضرتك، هو واضح ان هو كمان من اقارب حضرتك، بيقول تحياتي لاسره البرنامج والدعاية الفاضل الاستاذ خالد العمده ابن عمي الغالي، وبالتوفيق من نجاح نجاح. اهلا بحضرتك واهلا بالاستاذ خالد العمده وكل العيله الكريمه، ربنا يبارك فيكم يا رب، جعل في ميزان حسناتكم. ريتاج محمد بتقول: بالنسبه للقران الكريم، لو عايزه حاجه جديده اعملها في رمضان غير القراءة والترتيل والتدبر، ممكن تكون ايه؟ سؤال طيب. احنا قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خدي بقى ذلك انت ايتها الاخت الكريمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حلو جدا. فيبقى فيه باب جديد لك انك تعلم القرآن. يا ريتك بقى تقعدي مع ابنائك في البيت، تقعدي مع ابناء جيرانك او الزهروات البنات الصغيرات، انك تعلميهم القرآن الكريم. ده برضو باب من ابواب الايه؟ يعني غير القراءة، الورد وورد التدبر كما تقول هي. هناك ورد يسمى ورد الحفظ، وهناك ورد يسمى ورد التعليم. تعليم. انك تعلم الناس هذا العلم الكريم. جميل جدا، ربنا يتقبل من الجميع. السول بتقول: كل سنه برنامج بتن احلى بالف خير ومتقدم باستمرار ومن نجاح نجاح يا رب، عن قريب البث من قاهره المعز لدين الله يا رب. ان شاء الله جزاك الله خيرا. شكرا لبسمه واستاذ هارون وعبد الجواد واستاذ احمد مرسي، بيسال سؤال بيقول: كيف نجعل من رمضان انطلاقه جديده للامه عبر الاسر؟ ده اللي احنا بنجتهد نعمله ان شاء الله في تابعنا خلال الحلقه. اميره الخير بتقول: صلاه التراويح بالمسجد في رمضان خاصه للمراه. نعم. طيب يفضل، يعني احنا بنقول المرأة صلاتها في بيتها افضل، ولكن اذا كان خروجها للتراويح يحصها على ارتقاء باخواتها وتلقي دروس العلم، هذا افضل لها.